حنا وصلنا. كمال ما فهمت والو. بلاتي اجي معايا. قولي لي عجبتك المفاجأة؟ كمال واش هاد الدار؟ دارنا. ومن دابا؟ يلا هاد الدار ديال واحد الصديق السي محسن عام هادي هو باغي يكريها. الناس كيهربوا منها كتجيهم خاصة بزاف الإصلاح. مولاها الله يعمرها دار غنعطيوه التسبيق وغيتسنى شهرين غنخلصوا الكرا ونجيو لهنا من هنا لشهرين. غنجيو ليها من هنا شهرين؟ غتكملي 18 عام في الوراق غتكملي السير القانوني. نسيتي من هنا شهرين غنطلب يديك من باباك ولا رفضني غنخطفك وغنتزوجو. لا القانون ولا باباك ولا حمزة ولا حتى حد حتى واحد ما يقدر يمنع زواجها. كمال ايوا وماماك؟ مالها ماما؟ مازال ما ديتيني نشوفها ما عرفتي ولا ما عجبتهاش؟ ما يمكنش غادي تعجبيها غتولي حماتي ان شاء الله. ولا ما عجبتهاش انا اللي غادي نخطفك ماشي انت. غادي خصني نخيط لخواني. كمال نعم غادي يرقيوك وتولي رئيس العمال؟ ما عرفتش مازال ما متاكد. ويلا ترقيتي كلشي غادي يولي جا عندنا في العطله ياك يا كمال؟ اه غيجيو الرؤساء والشاوش كلهم غادي يجيو ياك؟ اه ان شاء الله. وحتى عيالاتهم؟ حتى عيالاتهم. ملي غادي يتلاقاوني عيالاتهم غادي يقولوا لي مدام تقدري تسولي راجلك على هاد الحاجه؟ غادي نقول لهم هي الاولى وملي ترجع من الخدمه غادي نقول لك شنو بغا. غادي نولي معصب. علاش؟ هكذا كيكونوا الرؤساء ديما. غتكون معصب معايا؟ مرة مرة واخا غير بالعين. لا عفاك. عمرك ما تعصب عليا بركة داكشي اللي كنعيشو مع بابا وخويا. أنا بغيت نكون بحال شي أميرة في هاد الدار. غادي نديرو جهدنا ونجهزو دارنا مزيان. الراديو هنا غادي نديرو هنا سدادر ولا فوتاي وهنا بلاكار بالزاج. كلشي غادي يحسدني وغادي يغيروا مني بزاف ولكن كلشي غادي يعيط ليا مدام خلود وغيكون عندهم الحق. ويلا بابا ما بدلش رأيه وما قبلش زواجنا؟ وعلاش ما غيقبلش؟ حتى خواتي تبعهم بالفلوس ويقدر يطلب منك شي ثمن خيالي حتى انت. ما كيهمش ما كيهمش؟ داك العام طلب 500 ليرة من راجل اختي. واش انت عندك 500 ليرة؟ لا ولكن ولكن غلقوا حل. بقى غير شهرين ديك الساعة غنهضر معاه وغنشوف كيفاش نقنعه. ما غيكونش قلبه قاصح. راك غلط قلبه قصح من الحجر. حتى بناتو راه ما كيحنش فيهم راه كيعبد الفلوس. مساء الخير جدو. خلاص واش ما ناويش تعطيوني رزقي ولا شنو؟ راك عارف الظروف السي سمير. يوسف شد الفراش شحال هذا هو بلا خدمه. غادي غير يبرا وان شاء الله غادي يخدم راه غادي يخلصك. غير صبر علينا. واش هاد القصه هادي باقا ما بغاش تسالي ليا ولا شنو؟ الا ما عندكم فلوس خرجوا عليا من داري من دابا. يلا يلا خرج نوض حرام عليك السي سمير. حرام عليك السي سمير. فين غنمشيو؟ يلا خرج عليا من داري. غير بوجه الحياه خرج حتى يكون عندكم فلوس. خلصوني يلا السي سمير. راه وليت صافي داري هادي غادي ناخذها. خرج عليا برا هادشي. يلا برا ما بقاش ما تشوف حتى واحد برا. السلام عليك السي محسن. شنو واقع هنا؟ سي سامر عاوتاني راك جري على ذوك الناس اللي ساكن من دارك. واش ما كتفهميش؟ برا يلا برا. والله الا حرام عليك. هاك يلا لا حوايج قاومه. خرجي عليا بحالك وخذي عليا حوايجك. ما بغيتش تشوف حتى شي حاجه. سيري بعدي من هنا. انتوما اش كتشوفوا؟ اش كتشوفوا؟ اشنو؟
فرقوا عليا هذا المجمع. غير بحق الجور الله يخليك. واش انا عندي السينما لهنايا؟ كلكم غادي غير بحق الجور الله يخليك. نوضي بعدي مني، نوضي عليا بعدي مني. سي سمير الله يهديك. احنا عارفين بلي هذه راها دارك، ولكن راه ما عندكش الحق تجري على هذوك الناس في وسط البرد والشتاء. وانت مالك انت؟ هادشي شغلي ماشي شغلك انت. سي سمير بصح هاد الناس ما خلصوكش في الكراب، ولكن راه ماشي لخاطرهم. انا ما كيهمنيش هادشي هذا، ثلاث شهور هادي ما تخلص في الكراب ديالي. اتق الله سي سمير، وراه حتى الثمن اللي طالب غالي بزاف على هاد الخربه اللي كاري لهم. شوف الله يخليك، هاد الدار هادي راه مسكناهم ومغطيهم من الشتا والبرد وزيدون. تقدر تقول لي انت اش دخلك في هادشي؟ اش من الشتا ولا برد؟ كون واقع سي سمير، الدار ما يسكنوا فيها حتى الفيران. اشهد قلة الادب كنسمع هنا. احترم نفسك شويه، واش ما عرفتيش باللي راك تخطيتي الحدود بهاد الكلاب؟ كيفاش تخطى الحدود بالحق؟ ها الحق؟ شوف الله يخليك، الحق راه باين باين ماشي بالسبان. راك كتبالغ، واحترم غير مقامك بعدا. سي محسن الزم حدودك ولا غتندم. هاني كنوصيك. اش غدير؟ اش ندمني؟ وريني يلا. سير شتي فين وصلتينا؟ هادشي كله من تحت راسك، وهادشي ما غاديش يدوز على خير، حيت الظلم ما كيبغي حد. راه ماشي انت اللي غتعطيني درس في الاخلاق، هاد الناس كلوني في رزقي، وهذا هو الظلم بعينيه، وانا ما غاديش نسمح به. ما في قلبك رحمة سي سمير. شوف اسمع لي مزيان، هاد الهضره سير قريها في المدرسة، اما انا اللي في راسي راه في راسي، وحقي ما غاديش نسمح به. وديك الدار ما دايرهاش ملجا، الا بقاو فيك ديهم لدارك. عيدوا لي انتم من هنا، زيد في دارك يلا فري. وقف هنا، ما كرهتش شي نهار نتعشى هنا، غادي يكون داكشي غالي ياك. حتى الغدا بالليل ونجيو هنا. فيق شويه كمال، ما غاديش نقدروا ندخلوا هنا. وعلاش؟ غالي بزاف. ما تفكريش في هادشي، غير وجدي راسك، غدا بالليل غنتعشاو هنا. واش بصح؟ معلوم. تعطلت، صاحبتي غادي تقلق مني. ايوا مزيان. تعطلت، صاحبتي غادي تقلق مني. ايوا مزيان. تعطلت ياك؟ واش ما غتسولينيش؟ ما غاديش نسولك، برك غير داكشي اللي شفت. مالك هكذا صاحبتي؟ عييت ما نتسنى فيك من قبيله وانا واقفه. يا لطيف خويا جاي. قولوا لي انتوما فين كنتو في هاد الليل؟ كنا في السينما. وعلاش؟ ياك قلت لك سيريني شال الدار. ايه حمزه بعد منها، الله يهديك راه كانت معايا. مشينا السينما بزوج، شنو فيها حتى هذه؟ ما عندكش الحق تعامل معاها بهذه الطريقه، واش فهمتي ولا لا؟ ما تدخليش، زيدي قدامي زيدي. Stop!